الحكومة تنفي اعتزامها إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي. الصحة تعلن فحص 6,665,000 مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وزير الإسكان يتابع موقف إحلال وتبديد شبكات الكهرباء والإنارة العامة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة ببني سويف. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني وتحويله إلى دعم نقدي، ومن جانبها شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 6,665,499 مواطناً ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة العامة بمحافظة بني سويف، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وأوضح الوزير أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة ب 25 مركزاً في 10 محافظات وتضم أكثر من 700 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، المزيد في سياق التقرير التالي. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تستهدف بها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً، وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الإنسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤول. أدي الكرتونة دي فرحت ناس كتير، كمية الكراتين اللي اتفرقت النهاردة ساعدت بيوت ناس كتير قوي يا ريس. وزع عليها كراتين وساعد كتر خيرك اللي انت فاكرنا ومش ناسينا. نشكره طبعا على اهتمامه بينا ووقفته معانا، ونشكركم انتوا على اهتمامكم بينا والكراتين اللي انتوا سلمتوها لنا وبتدوها لنا دي. يشكر من السماء للارض واحنا كلنا واحد. تستهدف المبادرة توزيع مساعدات عينية على الأسر والسيدات المعيلات قاطين المناطق الأكثر احتياجاً، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات، وسط إشادة كبيرة من المستفيدين من المبادرة بدعم الوزارة المستمر لهم. تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شملت مختلف التخصصات، قام أطباؤها بإجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في أماكن جهزت لهذا الغرض مع صرف الأدوية اللازمة لهم. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف مفيش اي قوة تهزنا. عرفت ان في مبادرة كشف مجاني، دخلت كشفت، اللي كشف علينا ضباط، وكان الكشف بصراحة يعني الدنيا منظمة جدا، وبعد الكشف أخذنا العلاج مجاني برضو. عملنا كشف ببلاش وعلاج ببلاش بساعة ربنا. تؤكد مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين بمختلف المحافظات
بخاصة الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لتوفير حياة كريمة لهم، فهذا دور إنساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين.